جدولنا القصير بين الصحف العربية مشاهدين لهذا اليوم خصصناه للأخبار التكنولوجية، ونبدأه من صحيفة الغد الأردنية التي عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم: برمجية خبيثة تحتال على مستخدمي واتساب. حذر مسؤولون في شركة واتساب المستخدمين من رسالة احتيالية جديدة تضم رابطا خبيثا إلى موقع يزعم أنه يتيح تغيير لون التطبيق. الرسالة تطلب من المستخدمين تنزيل امتداد باسم بلاك واتساب، وحالما يفتح المستخدمون الرابط يصاب جهاز المستخدم ببرمجية إعلانية خبيثة. ننتقل إلى صحيفة الخليج مشاهدين التي نطالع منها: فولفو تتشارك مع جوجل لإنشاء نظام شبيه بأندرويد. أعلنت شركة فولفو شراكة مع جوجل لتطوير الجيل المقبل من الحلول الترفيهية التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد في سياراتها الحائزة جوائز، ما يتيح الوصول إلى نطاق واسع لمجموعة من التطبيقات والخدمات. وسوف يتم تشغيل هذا النظام في تصميمات فولفو الجديدة في غضون سنتين. من صحيفة القدس اخترنا لكم مشاهدينا تطبيق انستغرام يحصل بدوره على فلاتر الوجه. سيتوفر على تطبيق انستغرام 8 فلاتر مختلفة ستعمل بغض النظر عما إذا كنت تستخدم الكاميرا الأمامية أو الخلفية لالتقاط الصورة أو الفيديو. فقط يحتاج المستخدمون إلى الضغط على الفلتر وتجربته، ويمكن حتى تطبيق هذه الفلاتر على عدة أشخاص في ذات الصورة، ما يتيح لأصدقاء المصور الانضمام إليه في المرح. ومن صحيفة النهار اللبنانية نقرأ: أخيراً الكشف عن هاتف HTC U11 الجديد بمواصفات مميزة. جاء في تفاصيل الخبر: أعلنت شركة HTC عن هاتفها الجديد U11 بشكل رسمي في حدث خاص أقيم في تايوان. الهاتف الجديد مصنوع من الزجاج الخالص، وسيتوفر بخمسة ألوان مختلفة هي الأسود والفضي الأحمر والأزرق والأبيض. ومن مميزات هاتف U11 هو إمكانية تسجيل صوت ثلاثي الأبعاد أثناء تصوير المقاطع المصورة بفضل وجود 4 ميكروفونات في الهاتف. وختام جولتنا الصحفية من اليوم: السابع المصرية وجوجل تنافس سيري وتطلق مساعدها الشخصي على هواتف آيفون. أعلنت شركة جوجل رسميا إطلاق مساعدها الشخصي على هواتف آيفون، وسيكون بإمكان هذا المساعد الذكي الفهم والرد بأربع لغات مختلفة هي الفرنسية البرتغالية والألمانية واليابانية. وأوضحت الشركة خلال مؤتمرها السنوي للمطورين أنها بصدد إطلاق تحديثات جديدة بالمساعد الشخصي فيما بعد لدعم ثلاث لغات جديدة هي الإيطالية، الإسبانية والكورية.